عجلة التنمية في شبوة تدور بالطراد، لا سيما في تعبيد وسفلتة الطرق في عاصمة المحافظة، بوتيرة متسارعة تكتب أيادي الشقيلة والكادحين واقع تنموي جديد في البحروسة عتق، سلسلة من الطرق في شوارع المدينة والنطاق المحيط في ظل رعاية وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة. رعاية الأخ محافظ المحافظة الشيخ خالد محمد الوزير، تسير فيها عملية التنمية على قدم الوساق. وما يخص اليوم نتطرق إلى ما يمشي في مجال التنمية حول الطرقات. فقد تم إنجاز طريق الحزم في شارع الحزم والدائري في 611 وشارعين في المدينة الرياضية. بدعم واهتمام ومتابعة من الأخ الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي، دشنت المؤسسة العامة للطرق والجسور محافظة شبوة أعمال سفلتة المدخل الغربي بعاصمة المحافظة عتق. هذا المشروع الذي له أهمية كبيرة حيث هو مدخل رئيسي للمحافظة ويشمل الأعمال أعمال أسفلتية وأعمال إنشائية وأعمال خرسانية، سوف يتم الانتهاء منها خلال الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. دون هوادة تمضي أعمال السفلتة للمدخل الغربي لعاصمة المحافظة، تتشابك الأيادي في محراب التنمية الذي لطالما انتظرته المدينة، فبات يتحقق الآن ليصبح منجزا ملموسا يخفف من معاناة المواطنين وبتوقيع وتنفيذ مؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة. تنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور يعني أعمال صيانة وتأهيل بعض الشوارع الداخلية في عتق بتمويل السلطة المحلية واهتمام المحافظ بجميع شبكة الطرق في المحافظة اهتمام كبير، وسوف يتم معالجة جميع شبكة الطرق كامل إن شاء الله. استراتيجية السلطة المحلية هنا تكمن في استكمال شبكة الطرق الإسفلتية في حاضرة المحافظة التي تقع على مفترق طريق دولي يربط عدد من المحافظات اليمنية مع طريق العبر المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.